إذا المشاهد شفتي في تحية طيبة لجميع المتابعين. إذا حركة غير عادية في أشهر شوارع العاصمة الشرقية. إذا شارع محمد الخامس. بصراحة أنا بغيت ندير هذا المباشر، هذا أول مرة كنشوف هذا الشارع، هذا كنشوف هذا الشارع هذا كله عامر. اليوم كما كتعرفون نحن في يوم الجمعة، نادرا ما كتشوف هذا الشارع هذا عامر بهذه الطريقة هذه. كان حركة غير مسبوقة بهذا المعنى هذا. غادي نحاولوا نمشيو للجهة الأخرى، شوفوا معنا حركة كبيرة. واش ملي اليوم الجمعة وبدا السبت بطبيعة الحال بعد غد الأحد، ولا غير صدفة ولا ما عرفناش. هنا هاد الوقيتة هادي بمعنى يعني موالف الشارع يكون خاوي في هاد الوقيتة هادي. إذا حنايا أمام ساحة الحمام، ساحة 16 الغش. هاد الساحة هادي نسبة إلى ثورة الملك، يعني اندلاع شرارة الثورة، اندلاع شرارة الثورة بطبيعة الحال من هاد الساحة، من هاد المدينة هادي. أنا أجواء دافئة، ما كانش البرد، جو دافي. وهذا أشهر الشوارع ديال مدينة وجدة اللي معروف عند الساكنة. معروف عندنا ملي كنا صغار صراحة، يعني أي وجدي كنا صغار تقول له فين غادي يقول لك ماشي الشارع، نظرا للاعتبارية ديال هذا الشارع هذا والتقارب ديالو مع وسط المدينة ومع المدينة القديمة بطبيعة الحال. وكان هذا الشارع هذا كيجمع مجموعة ديال الإدارة العمومية اللي اليوم كلها تنقلات لما يسمى بالحي الإداري الموجود من جهة المستشفى الجامعي. إذا حتى الآفاق وحتى مجموعة الأمور أصبحت يعني في تلك المنطقة جهة ديال القدس، يعني في الليل راه كتشوف في الحي القدس عكس المدينة. كدور في المدينة كاملة كتلقى خاوية، ولكن هذيك المنطقة ديال الحي القدس زنقوط شارع النخيل جهه تاع الحي الجامعي في الاسبوع عرفه في الاسبوع المراح الليل كتلقاها عامره، يعني توتالمون. هنا في هذه السناك عدد هائل من السناك، عدد هائل من المقاهي، عدد هائل من البروجيات. كاين الساكنه، كاين الطلبه، وكاين الزوار بطبيعه الحال ديال هذيك المنطقه نظرا للحركه الليليه ديالها. وكما كنعرفوا حنايا جميعا المواطنين كيقلبوا دائما على البلايص اللي فيهم الحركه واللي كيسهروا بالليل. هذيك المنطقة ما كتسد حتى تقريبا وحدة ديال الليل 12 تاع الليل. لهذا وهنايا المقاهي مدينة وجدة كيسدوا مع 9 8 ونص، كاين اللي حتى 10 تاع الليل وقليل نادرا، ولكن هما كيبغيو يتفجوا، الناس كتبغي الحركة، تشوف الناس كيتمشاو هذي كيمشيو كيفوجوا كما كنقولوا حنايا وحيدوا القنطة ومجموعة ديال الأمور. إذا كذلك نرى دوريات الأمن الوطني هنا بشارع محمد الخامس، جميع شوارع المنطقة الشرقية يعني قايمين بالواجب وبالعمل ديالهم. كنتمناو إن شاء الله الخير، ونتمناو أنه ربي يوفقنا ويوفق الجميع، كل واحد في العمل ديالو وكل واحد في ما يطمح إليه مستقبليا. كتشوفوا معنا يعني الشارع عامر، كاين لهم بوتياج. هادشي هذا هو اللي كنحاولوا نوصلوه هنا من هاد الشارع العريق، لان هذا شارع من اول الشوارع العصريه اللي تبنت مدينه وجده بعد المدينه القديمه واثوارها. هذا اول شارع الشوارع الجميله، فيها اداره عموميه، فيها بنك المغرب، فيها اقدم بنايات، اقدم بنايات هي البلديه، لابوست، بلد المغرب، بنك المغرب، مجموعة ديال العمارات. مثلا هذه العمارة هذه اون فاسيال تبنات وقت فرنسا، وجل العمارات هنايا ابار هذيك اللي تريبو ولا تا هما تبناو في وقت فرنسا، كل واحد في واحد الحقبة، ولكن قدام بزاف. ناهيك عن السوق المغطى مارشي كوفير اللي واخا دات الجديد ديالو تبنات، ولكن معروف كون مارشي كوفير القديم ديال السوق المغطى ديال مدينة وجدة في الماضي
في جوجل غادي يخرج لكم الصور تاع مارشي كوفر قدام، ولا حتى بعض فيديوهات قدام اللي تعاود لكم لا تريتمون ديال لي كولور، يعني كتشوف يعني السوق، كتشوف الكور كيتقداو، كتشوف المغاربه تما كيتقداو، وكانوا الناس لي كلاس والناس العريقه عندهم فلوس اللي كيمشيو يتقداو من المارشي، والاخرين كيتقداو محلات عاديه ولا اسواق اللي المعروفه، اسواق الاسبوعيه بطبيعه الحال. يعني هذا هو اللي حنا دائما كنحاولوا نوصلوا، كنحاولوا دائما ما نديروش غير جولات فارغه، كنحاولوا نهضروا على مدينتنا، على مدينه وجده، نعرفوها على الناس، يعرفوا هذه المدينه التاريخ ديالها والمآثير ديالها والبنايات الموجودين فيها، لان كل مكان وكل محطه هنا مدينه وجده الا عندها واحد التاريخ وعندها واحد الاسم.